بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية نعزي أنفسنا ونعزيكم باستشهاد زميلكم. إذن استشهاد الزميل سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة في غزة خلال تغطية القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس. وكان الزميل سامر وزميل وائل الدحدوح قد تم استهدافهما بطائرة مسيرة قبل 6 ساعات من الآن. نقل على إثرها الزميل وائل الدحدوح إلى مستشفى ناصر لتلقي الإسعاف. اضطر الزميل وائل الدحدوح للمسير 15 دقيقة للوصول إلى سيارة لتتمكن من نقله. حُصر الزميل سامر أبو دقة والذي يعمل مصورا لقناة الجزيرة منذ 20 عاما ومنتجا بالقناة، وحُصر لساعات طويلة. منعت سيارات الإسعاف من الوصول لتقديم خدمة الإسعاف للزميل سامر أبو دقة. تابعنا جميعا صرخات زميل وائل الدحدوح وهو يطالب بضرورة التواصل مع الصليب الأحمر لتقديم المساعدة وللسماح لسيارات الإسعاف بالوصول إلى الزميل سامر أبو دقة. وقال في ذلك الفيديو الذي نشرناه زميل وائل، قال إن إصابة سامر إصابة بالغة، وإنه كان قد استمع إليه وهو يطالب أو يطلب بتقديم المساعدة. منعت المساعدة عن سامر لساعات طويلة وترك ينزف محاصر على أرض المدرسة التي كان قد ذهب لتغطية تعرضها لقصف إسرائيلي قبل ذهابهما إلى هذه التغطية. ينضم إلينا نقيب الصحفيين الفلسطينيين سيد ناصر أبو بكر. سيد ناصر، استشهد زميلنا المصور سامر أبو دقة وهو واحد من أقدم الصحفيين الذين يعملون في شبكة الجزيرة وتحديدا في قطاع غزة. كيف تابعتم ذلك؟ نعم، حزن واسع وصدمة كبيرة في أوساط كل الصحفيين الفلسطينيين على هذا الفقد الكبير وهذا الاغتيال الممنهج والمقصود الذي تم لزميلنا سامر أبو دقة رحمه الله. أحر التعازي لكل زملائنا في قناة الجزيرة ولعائلته وذويه ولكل الجسم الصحفي الفلسطيني، وفي هذا الفقد الكبير وهذه الجريمة البشعة والاغتيال المقصود الذي تم له والذي أيضا نجا منه زميلنا وائل الدحدوح. كانت عملية اغتيال مقصودة لطاقم الجزيرة، نحن نعتبرها في نقابة الصحفيين أنها عملية اغتيال مقصودة لطاقم الجزيرة. استشهد فيها سامر أبو دقة ونجا من الاغتيال بأعجوبة وائل الدحدوح. ونقول أن هذه الجريمة بالتأكيد سيأتي اليوم القريب جدا الذي يحاسب فيه هؤلاء القتلة المجرمين على فاشيتهم وعلى قتلهم وعلى استهدافهم الممنهج الذي يتم بقرار رسمي من حكومة الاحتلال الإسرائيلي. هذه الحكومة التي لا تريد لحقيقة حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني أن يشاهدها العالم. حكومة الاحتلال واضح تماما أنها مصابة بهستيريا واسعة بسبب التغطية الإعلامية المهنية للطواقم الفلسطينية العاملة في فلسطين العربية والدولية أيضا التي تتم بأيادي فلسطينية فقط، ولكن بكل مهنية، واستطاعت أن تغير الرأي العام وأن تنقل الحقيقة إلى العالم وتؤثر بالرأي العام، وغيرت كل مزاج الرأي العام الذين خرجوا بملايين في الشوارع وضغطوا على حكوماتهم وبدأوا يغيروا أيضا في قرارات حكومات العالم. وهذا ما شاهدناه في التصويت بالأمم المتحدة. الحكومة المحتلة أصيبت بهستيريا في هذا الاغتيال المجنون الإجرامي ضد زميلنا سامر أبو دقة وضد محاولة اغتيال زميلنا وائل الدحدوح. النقابة بالتأكيد ستتابع هذا مع الاتحاد الدولي. نحن نقول أن تركه ينزف وإصابته وإصابة زميله بشكل مقصود
في التغطية هو جريمة لن تمر وسيحاسب عليها القتلة بالتأكيد، كما سيحاسب على قتلهم لشيرين أبو عاقلة، وأكثر من 85 صحفي تم اغتيالهم في هذه الحرب. نحن نتعرض لأوسع حرب ضد الإعلام الفلسطيني، أكثر من 80% من قتلوا هذا العام من الصحفيين في عموم العالم قتلوا في فلسطين تحديدا في قطاع غزة، وهذه جريمة ضد الإنسانية وضد الإعلام وضد حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام. يتحمل مسؤوليتها المجرم نتنياهو شخصيا وحكومته ووزير حربه وقادة أركانه الذين يعطون الأوامر بقتل الصحفيين، هم المسؤولون عن قتل الصحفيين وهم من يعطوا الأوامر لجيشهم باستهداف الصحفيين. نحن كنا قد حذرنا أنه سيتم اغتيال طاقم الجزيرة ووائل الدحدوح وأنهم مستهدفين، وقلنا للعالم أن يتدخل، وقلنا أيضا أن طواقم الصحفيين سيتم مجازر ضدها في مدارس الإيواء حيث يتجمع الصحفيون وفي المستشفيات. وما حدث اليوم بالضبط هو ما حذرنا منه غير مرة، ونريد التأكيد أيضا اليوم أن هذه المحاولة لاغتيال طاقم الجزيرة اليوم في غزة في مدينة خان يونس هي رسالة لكل الصحفيين الفلسطينيين أننا أبرز الصحفيين في غزة نستهدفهم، وبالتالي لا محرمات في قتل أي صحفي. ونحن نقول لهم باسم كل الصحفيين الفلسطينيين، مهما قتلتم ومهما ارتكبتم من جرائم حرب فإننا سنواصل بل سنزداد إصرارا على مزيد من التغطية المهنية التي تنقل الحقيقة للعالم بكل مهنية. هذا عهدنا ووعدنا لشعبنا أننا لن نتراجع كصحفيين فلسطينيين، وسنبقى ننقل رواية الشعب الفلسطيني، رواية الحق والحقيقة في مقابل رواية الكذب والتزوير والتضليل الاحتلالية ورواية الإجرام والتدمير وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة. مرة أخرى أعزي كل زملائي في قناة الجزيرة وخاصة طواقمها في فلسطين وفي مدينة قطاع غزة بالتحديد على هذا الفقد الكبير، وأعزي جميع زملائي وزميلاتي لأنني أعرف حجم الحزن الذي يعم اليوم وهذه اللحظات بهذا الفقد الكبير. سامر أبو دقة كان صحفيا مهنيا قديرا وأيضا إنسانا محبوبا ولديه يعني جمهور كبير من المحبين الذين كانوا يتابعوه، كان يتواصل مع الجميع بكل محبة وأخوية، وكان يقوم بدور مهني ووطني كبير. له الرحمة والخلود في جنات النعيم إن شاء الله. الزميل سامر أبو دقة والزميل وائل الدحدوح كان يرتديان زيهما الصحفي الكامل بدرعهما الواقي، تابعنا وشاهدنا جميعا الدرع الواقي للزميل وائل الدحدوح وهو ملطخ بالدماء، لم يكن خافيا على الاحتلال الإسرائيلي أنه لا هم هؤلاء هم صحفيين، وربما لم يكن خافيا أنهم وائل الدحدوح وسامر أبو دقة، لأن إسرائيل تقوم بمتابعة ومراقبة كل شيء. ثم بعد أن تم استهدافهما ترك ينزف تقريبا 5 لـ 6 ساعات. هذا ليس فقط استهداف، هذا قتل متعمد، هذا اغتيال. ما الذي يجب أن يقوم به العالم الآن لوقف هذه الجرائم المتتالية بحق الصحفيين ثم بحق المدنيين الذين يقتلون كل يوم بدم بارد؟ أعتقد أننا يجب أن نتفق على المصطلح أن هذه عملية اغتيال مباشرة لطاقم قناة الجزيرة في مدينة خان يونس تمت بقرار رسمي من حكومة الاحتلال، ونفذها بقرار رسمي قيادة جيش الاحتلال ضد طاقم الجزيرة. يجب أن نتفق على ذلك، ونقول أيضا للعالم ردا على سؤالك أن المحكمة الجنائية الدولية التي لديها شكاوي من نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين على جرائم الاحتلال بقتل الصحفيين وآخرهم قضية شيرين أبو عاقلة، نقول أنهم إذا لم يحركوا هذه القضايا فورا، السيد كريم خان النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية عليه أن يعلن
فتح التحقيق بجرائم الاحتلال، جرائم الحرب المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين، وإلا نحن سنعتبره مشاركا في هذه الجرائم المرتكبة يوميا بحق صحفيين. 70 يوما، حوالي أكثر من 85 شهيد، بمعنى كل يوم أكثر من شهيد، وهذا هو الاستهداف الممنهج والاغتيال الممنهج للصحفيين. ولذلك نقول أيضا أنه إذا لم يفتح التحقيق فإنه يعطي الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال لارتكاب مزيد من المجازر والجرائم بحق صحفيين، وهذا ما نحذر منه. لذلك عليه مسؤولية ولديه تفويض قانون. ابقى معي سيد ناصر، هذه الصور لأسرة الزميل سامر أبو دقة من خان يونس قبل قليل عندما تلقت خبر استشهاد الزميل سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة. إذن تابعنا هذه الصور لأسرة الزميل سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة في غزة إثر استقبالها خبر استشهاد سامر بعد انتظار دام ساعات طويلة. أعود إليك مرة أخرى سيد ناصر. سيد ناصر، إن كان الاحتلال قد اغتال عمدا متعمدا الزميل سامر أبو دقة في عملية من الواضح أنها كانت لاستهداف الزملاء وائل الدحدوح وسامر أبو دقة، يعني منع وصول طواقم الإسعاف رغم كل الاتصالات والمناشدات والتغطية ورفع الصوت بضرورة إيصال طواقم الإسعاف لإخراج الزميل سامر وتقديم المساعدة له بدلا من أن ينزف عمره وحياته على أرضية خان يونس بعد قصفه، ما الذي نسميه ذلك؟ القتل وإصرار على إتمام مهمة الاحتلال باغتيال سامر أبو دقة، لأنهم يعرفوا تماما أنهم استهدفوه ولا يريد لكل وسائل إسعافه أن تصل لإنقاذه من يعني من الاستشهاد. وبالتالي هذه أيضا جريمة حرب، أن يترك يعني مواطن ينزف، وحتى والآن هو صحفي أيضا ترك 6 ساعات ينزف، هذه بحد ذاتها جريمة حرب، إضافة إلى أنها قرار رسمي بالاغتيال، تؤكد كل ما نقوله أنه قرار رسمي باغتيال طاقم الجزيرة الذي يقوم بدور كبير على مدار الساعة. 70 يوم، حوالي 1600 ساعة تغطية متواصلة لهذه القناة لكل شيء يجري في قطاع غزة، وبالتالي يضع الرأي العام بصورة ما يجري، هذا يضعهم يعني يستفز الاحتلال الذي يعرف عقليته تماما أنه يصاب بهستيريا عندما يعرف العالم. وضحت الفكرة. نعم. شكرا جزيلا سيد ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ونتابع هذه الصور لأسرة الزميل سامر أبو دقة إثر استقبالها نبأ الاستشهاد.
رب قولوا يا رب قولوا يا رب لا اله الا الله لا اله الا الله ايوه احلى احسن حاجه قلت فيها لا اله الا الله قولوا يا رب قولوا بالرحمه حبيبي يا رب العالمين شهاده نياله عن الله شهاده تعشف ابوك يا يزن تعشف ابوك يا يزن ما شافش اولاده يوم مشتاق لاولاده يوم ما